مرحبا بكم في منزه بلوطه للسياحه الايكولوجيه والتضامنيه. داخل المنزه، منزه بلوطة، محل التجارة التضامنية للمنتجات المجهلية. ملابس تقليدية، قبعات، عسل، أعشاب طبية وعطرية. وبناية من الخشب رائعة جدا. أنشئ المنتزه هنا تحت غابة البلوط الفليني التي تضفي على المكان مشهدا جميلا. نافورة تزين المنتزه. وأماكن لجلوس العائلات. فرن تقليدي. الغابة شبه الحضرية لبريكشا، موقع ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية، يزخر بثروات نباتية وحيوانية هائلة. صنوبر، البلوط الأخضر، والبلوط القرمزي. الريحان، نبتة ساسنو والزعيطرة كنبات عطري. مسار القناطر السياحية ونظرة شاملة من أعلى. يضم المنتزه أيضا تنوعا حيوانيا هائلا، 18 نوعا من الزواحف، و18 نوعا من الثدييات، و75 نوع من الطيور.